لكن احنا اليوم حندخلكم اجواء العيد وسفره العيد، وفي كل مناسبه اكيد نختار ديزاينات معينه واكسسوارات لطاوله السفره. واليوم مع رجعه اللمه والاصحاب نحتاج نزين طاولتنا بطريقه مختلفه بس مميزه اكيد. فخلينا نبدا بالالوان، لكن نقول اهلا وسهلا باحمد. احمد صباح الخير، جايب صحن معك كمان، كل عام وانت بخير. والله جايب صحن وشوفوا الاكلات الحلوه، يا هلا فيك احمد. بما انك فوزتني حاكل اي شيء تديني اياه. طيب خلينا نبدا بالالوان. اوكي اول شيء الالوان دائما لازم، يعني طاوله العيد بتجي من وحي رمضان، فلازم دائما ندخل المجسمات والاشياء اللي خاصه. يا اهلا يا اهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. طبعا احلى شيء في الطاوله انه العيله دائما تجيب حلا، تجيب اطباق ونحطها، فحتى اللي عندهم طاوله صغيره عادي، المهم انه لمه العيله تكون موجوده. بدنا نلمح الاطباق فوقها فوقها عادي. نحن عملنا لانه ما في مكان، لانه كثير. طيب ما شاء الله ما بدي اخربه. احنا قبل ما نكتر، لانه حتى هدى حتجيب اطباق، خلينا بس نتكلم عن الالوان. انت قلت انها في وحي رمضان اجمالا، بتكون من وحي رمضان يعني. كمان حتى بتلاقي في مستخدم مجسمات رمضانيه، يعني او مثلا النجوم الهلال، او حتى مثلا بيكون في حروف عربيه بتعطي يعني شكل اكثر انيك للطاوله. ويمكن هذا حتكون تقليدي بس على ترندي شويه. اهم شيء مفرش الطاوله. وكمان الالوان لازم، يعني فيك تقولي من الوان الغروب والليل، يعني الازرق الاحمر. وفيك تدخلي معه الذهبي او الفضه. ايش اهم شيء لازم يكون موجود على الطاوله هلا اليوم؟ نحن اهم شيء الحلويات. غير طبعا حلويات اللي جابتها دانا ولين وكل احد. هلا في اوبشنز ثانيه، فينا نحط حتى يعني كمان مثلا على صينيه تكون دله القهوه مع الشاي. بتكون جانبيه، او اذا كان في كثير مثل عندنا اليوم اكل ممكن نستعين بطاوله جانبيه ونحط الصحون على جنب. وهن ساعتها بتكون الضيافه كلها موجوده بالنص. انا الاحظ دحين كثير بيدخلوا في ديزاين انه في النص يحطوا كاندلز ويحطوا ورود وكذا، وبعدين يتورطوا انه الاكل ما فني الحط، يقوموا يعملوا بوفيه ثاني. اهم شيء التيبل سيت بالنص، صح، الكاندلز والاختلاف بالليفلز كمان لازم، حتى يعني تدخيل الورود الطبيعيه بتعطي كمان يعني رونق للطاوله. حلو، دائما الطبيعه اصلا فيها تاتش حلو، تعطي الوان حلوه كمان. طب قولي لنا لين ايش جبتي؟ انا جبت فواكه مجففه وراحه بقشطه. هاي الاكله ما في منها الا بسوريا وبمكان معين تحديدا، فمن جديد صارت بدبي، وهي معموله بس من نص ساعه، يعني كثير فريش. الله، مين عملها؟ صراحه هي صديقتي، هي جدها هو بيت سليق، هن اللي عندهم هذا المحل بسوريا، فهي قدرت تلفها هون، يعني هي بتجيب كل المواد من سوريا لانه ما فيك تاكليها الا هلا. حلو صراحه. بتعرفي ايش عجبني؟ الصحن المعدني خاصة على الخشب، ويمكن شكل الطاولة بيفرق. أحمد صح، لو مثلا خشب أو قزاز أو أي شيء هو الخشب يغير لون الصحن. الخشب أو نحن دخلنا، حتى إذا بتلاحظي دخلنا الذهبي مع الفضة، لعبنا من الاثنين باللونين مع الخشب. بس هذه كثير طيبة. هذه أنا تعرفها أنت كمان. كم وحدة أكلت اعترف؟ يعني اثنين ثلاثة سبعة. فعملنا ميكس بين الفضي بين الذهبي وحطينا الإكسسوارات. وفي كمان إكسسوارات نقدر نحطها في آخر. فينا ندخل دائما أكيد الفوانيس، فينا ندخل مثل ما قلت لك النجوم والهلال، فينا ندخل ورود طبيعية. أكيد الشموع فينا كمان ندخلهم. إذا بنلاقي يعني كمان لازم يتناسب مع عفش البيت، يعني حسب الفرش اللي بيكون بالموجود الطاولة بتتناسب معه، مش بس نتبع والله الألوان الغروب والليل ونحط أحمر وأزرق. وأهم شيء البساطة، يعني هي صح. أعتقد أناقة لازم يكون متنسق، مش نعجق أكثر من لونين. صح، يعني نختار لونين ونتبعهم للطاولة. ونحن وقت نشتري الأمور يعني نختار أشياء خاصة بال، يعني نجيب رمضان على العيد، يعني ندخل الأشياء الرمضانية كمجسمات كأشياء حروف عربية ندخلهم بالطاولة العيد. طب خلينا نشوف دانا اجابت لنا. اوكي، انا حاولت اني استرجع انا شو اكثر شيء بحبه بالعيد، خبز الكعك بالبيت. فدورت كثير، بدي اقولها لماما انه دورت كثير على كعك حلقات بحبه البركه مثل اللي بتعمليه، ما لقيت. لكن اقرب شيء لقيت حق الماما غير، يعني تبع ماما غير، كنت معها على التليفون وعم بسالها ماما عملتي كعك؟ هيك بصوت واطي بتقول لي عملت شوي. قلت لها شو، ليه موطي صوتك؟ قالت لي بتضايق لما اقول لك لانه بعرف بتحبيه. فان شاء الله العيد الجاي نعيد مع بعض. حاولت هيك ارفع عن نفسي شوي، فجبت كعك اللي هو معمول بتمر وبجوز وبفستق. الله هدول الله. كمان وانا وماما قلنا ذكرى حلوه كثير مع الكعك، لانه انا بجهز لها التمر والغراض والريحه، يا بحط بالقوالب بتعمل بحبه ساخن والريحه كلها بتصير معك بالبيت.
فبدي احكي لها لامي اني جبت كعك، ما تقلقي، مبسوطه بالعيد كثير، وان شاء الله انت بس تكوني بخير ان شاء الله، وان شاء الله الله يجمعكم على خير قريبا وتاكلي كل الاكلات الطيبه. يمكن احمد احنا في رمضان تكلمنا على الزينه التقليديه لانه اكثر نروح تقليدي على رمضان، لكن كيف احنا نقدر نعمل ببساطه الديكور من غير ما يصير زي ما يقولوا فولجر ولا يكون مره كثير صراحه ولا اوفر؟ هلا اهم شيء مثل ما قلت لك انه يكون في تنسيق بالالوان، يعني ما نختار عده الوان ندخلهم مع بعضهم، ونحاول قد ما فينا نحن يعني اذا بدنا ندخل. ما اعرف ليه يحبوا يستخدموا العودي مع، انا ما اعرف ليه ما احب العودي مع الذهبي الا ما يدي كذا العودي. شو لون العودي؟ العودي اللي هو لون العودي على بنفسج، على الغامق يعني بوردو، يعني ايه بوردو بوردو. معلش لانه احمد بوردو. يعني بونفيت بوردو وبوردو كله عم ترجم له انا. مثلا هلا نحن المجسمات اللي عم نستخدمها مثل عنا الهلال، فيك الهلال اذا مثلا معجقه الطاوله ما بدك بقى تحط هلال بس لانه بدك تدخليها، تستخدمي مثلا صينيه بشكل الهلال وتوزع الحلو على هذا الهلال على الاوكي. فبنفس الوقت بنفس الوقت حتى ممكن اكواب القهوه تنحط عليها كمان. فبنفس الوقت انت دخلت المجسمات اللي بدك تجيبيهم وما عجقت الطاوله، استخدمتيهم لشيء ثاني يكون مستخدم لتحط الاكل عليه. طيب احمد شكرا صراحه على الزينه، لكن احنا نبغى نشوف هدى انتم حلاكم جاهز ولا ايش الوضع؟ والله حلانا جاهز، الهريسه وال غريبة يعني الشكل مرة يجنن، والحين بنذوق الطعم أكيد ودنا نجي عندكم. يلا تفضلوا تفضلوا ودنا قاعدين وياها تشهوا على الفطح صراحة. من وسع أنا شحيتيني أصلا خلينا نوسع غريبة وأنت الهريسة يلا وسع وسع. هو كذا دائما أو أنا دائما أقول صراحة يعني الحلويات اليوم جربي صح دائما الفستق عادي نمسك مفروكة الفستق مفروكة مفروكة الفستق أوكي يا سلام. وعلى فكرة بما أن اليوم معلومات مش عامة المعلومات الحلوة إنه بالإمارات الطيبل تبع فيست العيد أو يوم حسب حلويات فيها كثير فوالة العيد. هاي فوالة العيد وهذا إيش ضحى؟ هذه هريسة حجازية. هريسة حجازية هريسة هريسة وهذه إيش؟ هذه غريبة حجازية غريبة يا سلام صراحة. وهذه إيش مين جابه؟ هذا بتفور أنا هذا أنا جبته على الآن نسيت هذا أنا جبته نسيت. يعطيكم العافية جميعاً. لين إيش تحب تقول لأهلك في العيد؟ بدي أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير ويا ريتني أنا معكم لأنه كثير قلال الأعياد اللي بآخر 10 سنين يمكن قضيناها سوا، بس إن شاء الله يا رب يا رب العيد الجاي بنكون مع بعض لأنه أكيد بتكون فرحتي ناقصة بالعيد بدونكم. ضحى إيش تقول لأهلك؟ كل عام وأنتم بخير لعيالي وأمي وكلهم أحبهم. وإن شاء الله أنت وني جاية وراجعت لهم إن شاء الله على خير. متى راجع إن شاء الله؟ إن شاء الله سادس يوم العيد. سادس يوم العيد خلاص إحنا أكيد بنرسل لكم مامتكم أكيد مع عيديات في عيديات وهدايا. أمكم مبسوطة ومستأنسة وهتمينا فيها يعني ما قصرنا إن شاء الله. أحمد تحب تقول شيء لي؟ أنا أكيد بدي عيد أهلي وكان في عندي هلا زوم كول مع كل العائلة عن حي العالم بس ما قدرت أطلع لأنه معكم موجود اليوم، فبعيدهم جميعا إن شاء الله عيد جاي بكون معهم كمان. إن شاء الله يا رب. دندون أعرف إنك رسلتي رسالة لمام بس تقدر ترسلي يعني نبغى منك كمان تحية لأهل فلسطين ورسالة لأهل فلسطين اللي احنا نحبهم، يمكن قلنا لهم من بداية الحلقة انه احنا قلوبنا معاهم ودائما حندعي لهم، بس ابغى اسمع منك كلمة يعني لكل فلسطين بالداخل بغزة بوين ما كانوا الفلسطينيين بكل مكان، نحن قوتنا وسعادتنا نستمدها منكم وان شاء الله تضلوا بهالصمود وان شاء الله العيد الجاي يا رب يجي ونحن اسعد واحسن. امين امين يا رب. هاي هدى ان شاء الله ينعاد عليهم بالفرح والسعاده وتمر هذه الازمه على خير، واقول اكيد لكل اهلي كل عام وانتم بخير وعاد عليكم بصحه والسلامه وان شاء الله باذن الله العيد الجاي نكون معاكم. يعني احنا ان شاء الله يعني ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بتغطيه العيد، وانا صراحه يمكن دائما اقول انه يمكن احنا كلنا بعاد عن اهلنا بس انا اعتبركم اهلي. لنا كم 5 سنين تقريبا مع بعض فتعتبروا هذا بيتي الثاني احلى واشوفكم اكثر من اهل، فمن جد انا سعيده اني موجوده معاكم.